وللتعليق عن التطورات السورية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث السياسي السوري سنان حتاحت. سيد سنان، مرحبا بكم. هدوء حذر بعد ليلة دامية خلفت 31 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى، لكن إلى أي مدى تعتقد أن هذا الهدوء يمكن أن يستمر؟ يعني من توقع أن تستمر العكس، يعني التصعيد خلال الفترة القادمة من خلال توجيه ضربات على طول البلدات المحاذية لأوتوستراد حلب دمشق أو المعروف أكثر تحت الرمز M5، وذلك من أجل الضغط على الحاضنة الشعبية وعلى كتائب المعارضة السورية من أجل تقديم التنازلات. من الصحيح أن تركيا تعمل من خلال دبلوماسيتها على إيجاد حلول تجنب المحافظة المزيد من الدماء، ولكن في المقابل من المتوقع أيضا أن تسعى للوصول إلى صفقة ما مع الروس بموجبها يمكن أن يستعيد النظام سيطرته على بعض المواقع الجيوستراتيجية مثل أوتوستراد حلب دمشق وأيضا أوتوستراد حلب اللاذقية. فبالتالي النظام الروس حتى يصل بشكل أو بآخر إلى أهدافهم في المحافظة سيستمرون بإيجاد طرق متنوعة من أجل الضغط على الأتراك من جهة وأيضا على المعارضة من جهة أخرى من أجل تقديم هذه التنازلات. طيب سي سنان، هناك حديث عن عمليات عسكرية محدودة تستهدف فصائل بعينها، برأيكم هل سيقتصر الأمر على هذا أم أن خطة الاجتياح معدة والحديث عن عمليات محدودة هي مجرد خدعة؟ يعني لا ينفي الأولى الثانية. اليوم العمليات العسكرية المحدودة هي لديها عدة أهداف مرحلية، أحد هذه الأهداف هي زيادة الضغط على المعارضة كما يعني أسلفت، وأيضا جزء منها هو قياس ردة الفعل لدى الشارع الثوري وأيضا لدى كتائب المعارضة، ولا ينفي بشكل من الأشكال أن يتطور لاحقا إلى عمل إلى اجتياح في حال لم يصل الروس والنظام إلى أهدافهم. التحدي حقيقة هو تركي بجدارة، لقد استطاعت دبلوماسية تركيا أن تحصل على مهلة بعد اجتماع الأستانة السابق الذي حصل في سوتشي من خلال إيجاد بعض الحلول بعض الحلول لمشاكل وطلبات قدمها الروس، إحداها وجود النصرة وإحداها أيضا الحصول على دخول سهل ومرن إلى الأوتوسترادات والطرق الدولية. فهذا الوقت اليوم هو سيف مسلط على رقاب أهالي المحافظة بانتظار الأتراك ودبلوماسيتهم وكيف يمكن أن تتطور من خلال عمل أيضا المعارضة على إيجاد حلول تسهل عملية التفاوض عوض الوصول إلى صيغة حل عسكري شامل. طيب سي سنان، في هذا الإطار تعتقد أن ضامني خفض التصعيد سيمررون هذه العمليات، هل سيقبلون بها؟ ما هو موقفهم من وجهة نظركم؟ طبعا سي سنان تفضل. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد سنان حتاحت الباحث السياسي، على أي حال نشكرك الشكر الجزيل.